في تفسير القرطبي أيضا في المجلد الخامس الصفحة 350 يقول: قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنه عليكم أن تعزلوا أنفسكم عن الرافضة، أي مكان موجودين فيه الرافضة يسبون السلف لازم أنت تشيل بعضك وتروح. فأنا متعجب الآن، هؤلاء المخالفين في لندن ليش ما يعني يفكون من أنفسهم؟ وكل واحد منهم يطس يروح، لأنه الحمد لله في لندن نحن نسب السلف. ومالك بن أنس يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. الآن أنتم تعلمون على الأقل أنه في لندن أكو جماعة رافضة، واحد منهم اسمه ياسر الحبيب، ليل نهار هذا يسب السلف، هذا قاعد يسب السلف، سب ولعن وشتم وطعن وكل أنواع التقسيمات. فهذا يسب، ليش قاعدين بلندن؟ هذا أبو منتصر المجوسي ليش قاعد بلندن؟ شيل نفسك يلا ويصبوا السلف، يلا روح. مالك بن أنس إمامك يقول: لا يحل، يعني أنت مأثوم قاعد بلندن، هم صلاتك باطلة، صيامك باطل، كل شيءك باطل، كل شيءك باطل، باطل في باطل، أنت مغموس بالإثم، مغموس بالمنكر، قاعد في أرض يسب بها السلف، ويحك، قاتلك الله. روح طس، روح إلى تورا بورا، هناك ما تسمع أحد يسب السلف. روح إلى مجاهل، ما أدري، طالبان، هناك ما تسمع أحد يسب السلف. يمكن أم واحد من طالبان يتشيع تسب السلف، بعدك كيفك، روح اقعد بالمريخ، شوف لك مكان اللي ما تحصل بيه سب السلف. وإلا الآن على المخالفين طبقا لفتوى إمامهم مالك بن أنس، وللعلم إمام مالك بن أنس هو إمام الأسر الحاكمة في الخليج إلا آل سعود، يعني هو المذهب الرسمي لآل الصباح مثلا بالكويت المالكي، آل خليفة نفس الشيء، آل هذا نهيان ما أدري منو مكتوم، باستثناء قابوس هذا إباضي خارجي. فهؤلاء والمغرب أحسنتم وشمال أفريقيا كثير، جزائر، هذول عادة يتبعون ويقلدون مالك بن أنس. مالك بن أنس يقول: لا يحل، يعني حرام تجلس في أرض، تقيم بأرض يسب فيها السلف، فيلا شيلوا بعضكم وهاجروا، فكونا، طلعوا من البحرين وطلعوا من الكويت وطلعوا من المنطقة الشرقية وطلعوا حتى من المغرب ومن مصر، الآن يسبون السلف بحمد الله، الكل يسبون السلف، كل هاي البلاد الإسلامية يسبون السلف، روحوا كلكم جمعوا أنفسكم تورا بورا أحسن مكان، صدقوني، فتفكونا هم، تريحونا، تريحون أنفسكم. ويعني الحمد لله بعد ما تصير احتقانات طائفية كل الأمور ترجع كما كانت. الحديث له تتمة إن شاء الله في المحاضرة المقبلة، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعنهم.